هاي من المجوهرات المفضلة عند كتير من السيدات التنس بريسلت يلي بيبلش سعره من 300 دولار وبيعلى كل ما زاد الألماس فيه. تسمية التنس بريسلت إلى قصة لافتة وأساسها من بطلة التنس العالمية كريس إيفرت يلي ضيعت أسوارة من الألماس خلال مباراة يو اس أوبن سنة 1987 وطلبت من المسؤولين أنه تتأجل المباراة لحد ما تلاقي الأسوارة، وكانوا الناس اللي عم بيتابعوا على التي في عم يشوفوا شو عم بيصير. من بعد الحادثة ارتفع الطلب على أساور من الألماز بتشبه يلي كان عم يتم البحث عنه وانعرف من بعدها باسم تنس بريسلت. مين قال إنه تنس بريسلت مناسبة للأشخاص يلي بيمارسوا الرياضة لأنه وزنها خفيف وما بتتضرر؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.